السلام عليكم، عاملين ان شاء الله كنا كويسين مكملين في كورس فلاتر. والنهارده ان شاء الله هناخد ازاي لما نعمل كليك على البوتون ينفذ لي حاجه معينه. تمام، هناخد مثال بسيط كده، في نفس الوقت برضه هناخد حاجه تانية خاصه بالبوتونز، فعشان وقت الفيديو وعشان ما نضيعش وقت يلا بينا نبدا. احنا قبل كده طبعا عملنا بروجكت اكبر من كده شويه، ولكن انا خفيت الموضوع خالص لان هنبدا نتجه في يعني حاجات جانبيه بقى جنب البوتونز، يعني اللي هو الفلوتنج بوتون والدرور والحاجات دي يعني. تمام، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. عندنا هنا الكولوم بتاعنا جبناه سنتر بالشكل ده، فاصبح عندنا التكست في النص هنا كده، والرو بتاعي ده خليته سنتر فاصبح النص في نص الصف كده. تمام، طيب ده كده رو. هنعمل رو جديد، اهو الرو جديد جاهز. الرو ده هيبقى فيه الابناء بتوعي اللي هم هيبقوا عباره عن، على سبيل المثال مثلا نقول elevated مثلا بوتون. تمام، elevated بوتون بس مع الايكون. تمام، وطبق الكلام ده على الثلاث انواع اللي احنا خدناهم في الفيديو اللي فات. تمام، طيب هفهمك دلوقتي. هننزل بالكلام ده كده كله تحت، هنلاحظ ان بقى ظهر عندنا حاجه اسمها ايكون مش تشايلد. طيب هنيجي نعمل الفصله بتاعتنا وهننزل تحت شويه، هوضح لك نقطتين ثلاثه كده مهمين جدا ركز عليهم. في البوتون اللي من نوع elevated button مثلا دوت ايكون او اي نوع تاني بياخد ايكون، يعني دوت ايكون على سبيل المثال، احنا ممكن نخلي elevated button ده مثلا نخليه تكست بوتون. تمام، هتلاقي هنا تكست بوتون وهتلاقي معاه الايكون زي ما انت شايف كده. تمام، فهنلاقي التكست بوتون بياخد ايكون، وهنلاقي برضو الحاجه الثانيه واللي هي الاوتلاين بوتون. تمام، لو جينا نعمل مثلا اوتلاين بوتون مثلا، هتلاقي هنا على طول برضو بياخد ايكون بالشكل ده. تمام كده، تمام. يبقى احنا كده الثلاث انواع اللي احنا اشتغلنا عليهم في الفيديو اللي فات كلهم بياخدوا ايكون، الثلاثه طبق عليهم نفس الكلام. تمام، واللي هو ببساطه مثلا يعني لو جينا نشتغل على مثلا الاليفيتد مثلا فوتون ده الافضل انك يعني تشتغل على النوع ده في الجزئيه دي بالذات، واللي هي لو هتحط ايكون وتلون الايكون وتتحكم فيها وتعدلها والكلام ده كله، فالافضل انك تشتغل على النوع بتاع الاليفيتد بوتون. تمام، هنبدا نيجي هنا، هيلاقي هنا بيقول لنا مثلا اديني داتا، الداتا دي اللي هي الكومبريس. لما اعمل كليك مبدئيا يعني نخليها نل. تمام، مفيش مشكله. والايكون بتاعتنا هنبدا ان احنا نقول من الايكونز، هات لي مثلا كل الايكونز اللي عندك، وعلى سبيل المثال مثلا اد، نقول مثلا اد افوتو مثلا. تمام، اضافه صوره. تمام، دي الايكون. الليبل بتاعنا ده شباب هيكون تكست. تمام، فالليبل هنا هنقول تكست، والتكست بتاعنا مثلا هيكون ما بين الاقواس دي، وهنقول التكست بتاعنا على سبيل المثال مثلا تيست. تمام، تيست مثلا. طيب كده هيظهر معايا ايقونه خاصه باضافه صوره، وهيظهر جنب منها نص، والنص ده اللي هو الليبل ده، وهيكون اسمه تيست. تمام، تمام. طيب مبدئيا حضرتك هتلاقي هنا اندرلاين، والاندرلاين ده ببساطه محتاج ان حضرتك تضيف كونست بس على حاجات معينه، على سبيل المثال زي الايكون. تمام، تمام. فهنضيف هنا كونست، وهنضيف هنا برده كمان كونست. طيب واحد يقول لي ليه ما نضيفهاش في الشيلدرن على طول؟ هقول لحضرتك لا، في الامبريست هنا القيمه هتتغير، فهو مش بيقبل كونست، ما ينفعش نحط له مثلا كونست هنا، مش هيقبل. ليه؟ لان احنا بنغير الداتا دي بكذا طريقه، يعني على سبيل المثال مثلا انا ممكن اقول له داتا معينه، والداتا دي اللي هي مثلا يعني على سبيل المثال خليها نول بس دلوقتي، ونعمل تيست بعد كده ايه نبدا ان احنا نتعمق شويه في الموضوع. كنترول اس عشان نجرب، فهنلاحظ هنا ان المفروض يظهر معانا هنا بوتون هنا. لو انا عملت كليك على البوتون ده، خلينا بس الاول نجيب الرو ده كله من اكسس الاينمنت مثلا سنتر بالشكل ده كده، نقول مثلا سنتر. تمام، طيب كنترول اس، فهنلاحظ ان التكست ده جه معايا في نص الشاشه بالشكل ده. تمام، لو جيت اعمل كليك عليه ما بيعملش كليك يا شباب ولا اي حاجه. طيب بغض النظر ان احنا محتاجين نغير الحجم بتاعه شويه عشان يبقى الشرح واضح. تمام، فهنقول مثلا على سبيل المثال يعني سايز بالشكل ده كده، والسايز هيكون مثلا 50، والكلر او خلي الكلر بلاش الكلر، يعني خلينا بلاش الكلر ده. هنعمل هنا فصل طبعا، كنترول اس، فنلاحظ ان حجمها بقى كبير شويه. تمام، تمام كده. طيب نغير بقى الباك جراوند دي عشان لونها مش متظبط خالص، انا كنت متوقع ان لونها يبقى احلى من كده بصراحه، بس يعني مفيش مشكله، نخليها الوايت واللون الابيض كويس جدا، انا هيبقى واضح معايا الشرح. طيب دي كده الايكون يا شباب. مبدئيا انا كده لما بعمل كليك على الايكون ما بيعملش حاجه. ليه؟ لان انا محدد له لما اعمل كليك على البوتون دي نال، ما تعملش حاجه. تمام، القيمه بتاعتك فاضيه. طب ما تيجي نديله اي قيمه، وليكن مثلا انونيمس فانكشن او داله كده فاضيه ما فيهاش اي داتا. تمام، طيب فهعمل علامتين التنصيص دول اللي هم بتاعت الفانكشن عادي جدا، بعد كده هعمل الاقواس بتاعت الفانكشن عادي جدا. تمام، تمام.
طيب كده انا يعتبر اديت له داتا، بس ايه هي الداتا؟ لسه ما حددتهاش، يعتبر دي كده انونيمس فانكشن اللي اتكلمنا عنها في الدارت قبل كده. كنترول اس مفيش اي اختلاف، بس لما هكليك هنا هنلاحظ ان هو بدأ يقبل معايا الكليك. لو ملاحظ هنا بيقبل معايا الكليك وبيعمل صوت، تمام. طيب فكده مبدئيا الفكره وضحت. انا لو عملت كليك عليه عايز يطلع لي مثلا وظيفه معينه، هنعملها ازاي؟ هقول لحضرتك على سبيل المثال، مثلا بتيجي ما بين الاقواس بتاعت فانكشن دي وبتبدا ان انت تدي له اي حاجه حرفيا عايزه يعملها، تمام. طيب سواء بقى مثلا هتعلن عن داتا مثلا في فاريبل مثلا، او في فانكشن تانية، او في كلاس تاني، او حاجه خاصه مثلا باي حاجه تانية بقى، او الاف ستيتمنتس او الشروط او اي عمليه حسابيه او عمليه مثلا مقارنه، اي حاجه انت عايز تعملها تبدا ان انت تعملها وتكريتها له هنا، تمام. نقدر نكريتها بشكل مباشر، زي مثلا على سبيل المثال ابسط حاجه خالص، هنقول مثلا برنت، والبرنت دي هتطلع لي مثلا تكست مثلا معين. التكست ده هيكون مثلا هيلو فلاتر مثلا، مثلا على سبيل المثال اي حاجه يعني، تمام. طيب هلو فلاتر مثلا على سبيل المثال، وهنجرب يعني، ده كده مثال بسيط جدا يعني. بس التكست ده يظهر فين؟ طبعا حضرتك دلوقتي متوقع ان هو يظهر لي في الابليكيشن. لا مش هيظهر لي في الابليكيشن، المفروض ان احنا عندنا حاجه هنا، الحاجه دي هنبدا ان احنا نظهرها اهي، تمام، اللي هو ببساطه الديباج كونسول بتاعنا ده. فالمفروض ان احنا لما نجرب هنا المفروض ان هو يطلع لي الداتا دي. الديباج كونسول ده بيجيب لك حرفيا كل حاجه انت بتعملها، لما بتعمل كليك هنا بيجيب لك ان انت عملت كليك هنا، لما بتعمل كليك على ايكون او بتفتح حاجه او بتشغل حاجه او بتعمل اي حاجه من الابلكيشن بيجيبها لك في الديباج كونسول، تمام. فعلى سبيل المثال انا هجرب هنا، في بس علامه التنصيص عفوا، المفروض ان احنا نضيف السيمي كولون قصدي. طيب فدلوقتي المفروض لو عملنا كليك هنا فهتلاحظ ان هو بدأ يجيب لي هنا هلو فلاتر. طيب لو دوست تاني المفروض يكررها، لا هو مش بيكررها، هو بيزود العدد هنا ان انا عملت كليك تاني. يعني هنا مثلا رقم 7 لو تلاحظ، هنبدا ان احنا نعمل كليك هلاقي 8 10 15 وانت ماشي كده، يبقى كده الرقم بيزيد وبيجيب لي كلمه هلو فلاتر، تمام. طيب فدي ببساطه ازاي تعمل حته زي دي، او بمعنى صح ازاي تدي له وظيفه معينه. طيب احنا حددنا وظيفه، نقدر ندي له وظيفه ثانيه؟ مفيش اي مشكله، نقدر نستخدم بقى الاف ستيتمنتس او الاف كونديشن. خلينا هنا نحط بالمره كونست، وخلينا نطلع فوق خالص. ممكن نيجي هنا بعد الكي دي على طول نبدا ان احنا نحط مثلا يعني نقول داتا على سبيل المثال، والداتا دي هتكون مع الاقواس دي، وهنعمل الاقواس بتاعت الفانكشن. هنقول هنا مثلا داتا معينه، الداتا دي هتكون على سبيل المثال برنت مثلا تكست مثلا هير مثلا، تمام، اي حاجه تقدر تعملها، تمام. بعد كده نعمل سيمي كولون بالشكل ده. احنا هنا عملنا ايه؟ داتا، والداتا دي هتطبع لي داتا معينه. ممكن نعمل مثلا برنت اي حاجه يعني، اي اسم انت عايزه، تمام. الداتا برنت دي هنعملها تحت بالشكل ده كده. هنيجي هنا بدل ما نقول له مثلا ان انت هتعمل لي هنا الاون بريس مثلا، هتعمل لي حاجه معينه الكلام ده، هقول لك لا انت ممكن تعمل لي حاجه تانية خالص، واللي هي ببساطه نمسح الكلام ده كله خالص بالشكل ده كده. وبما اني عملت داتا فهتلاقي على طول الداتا برنت على طول جت معايا، تمام. طيب فكده المفروض ان هو يطلع لي الداتا دي، لو عايز اضيف حاجه تانية بضيف اللي انا عايزه، يبقى انت كده بتربط حاجه بحاجه، فهمت قصدي؟ طيب فدي كده ببساطه فكره ان انت لو عايز تعمل البوتون مثلا بان انت تربطه مثلا بالاون بريس. طبعا احنا لسه ما عملناش يعني استخدامات اكبر من كده، دي حاجات بسيطه جدا انا بوضحها لحضرتك. على سبيل المثال برضو يعني هناخد امثله تانية على الاليفيتد مثلا بوتون، نشتغل مثلا على التكست بوتون مثلا بالشكل ده، تكست بوتون مثلا ايكون بالشكل ده كده، تمام، ونشوف الفرق. يعني احنا عملنا الفكره دي، هنقول مثلا هنا برضو برنت بالشكل ده كده، وبرنت مثلا اوبجكت او وات ايفر ايا كان، هنحط هنا السيمي كولون بالشكل ده كده. بس هنا في حاجه غلط، خلينا بس نشيل الايكون دي. خد بالك من الجزئيه دي، لما بتضيفها جاهزه يعني علم على التكست بوتون من غير الايكون، تمام تمام طيب فدلوقتي مثلا ضفنا الايكون، نبدا احنا نعمل كنترول اس، هنلاحظ الفرق هنا. هنلاحظ بقى ان التكست اتغير شكله خالص، ودي حاجه جميله جدا ان احنا كتبنا الاسم معين مثلا خاص بحاجه، صوره مثلا معينه او حاجه معينه، وبدل ان احنا نحط الداتا جنب منه. على سبيل المثال مثلا ابلود مثلا ابلود مثلا بيكتشر بالشكل ده كده مثلا،
كده الفكره هتبقى اوضح بشكل كبير، ان احنا كده بنعمل ايه ابلود للبيكتشر. فهتلاقي هنا انت لو دوست هنا كده هتلاقي التكست كله بيتلون معاك، يبقى احنا كده لو دوسنا هنا هنرفع صوره. تمام، الحاجات دي ان شاء الله نتعلمها بعدين يعني، بس انا بتكلم في المبدا عموما، ان انت لما بتيجي تعمل بوتن معين خاص بالتكست مثلا، وبتبدا ان انت تحط مع ايكون بالشكل ده. بمعنى صح، الفرق ما بين ده وما بين التانيين يا شباب ان احنا هنا بنربط التكست او التايتل ده، او بنحط تايتل جنب الايكون ونربط كله ببوتن واحد. فعلى سبيل المثال احنا لو جينا نستخدم نفس الكلام ده كده مثلا بالشكل ده كده كوبي، بدل ان احنا مثلا نعمل كمان بوتن كده رايق بالشكل ده كده، بس هنخلي ده بدل ما هو يكون تكست بوتن هنكون مثلا نقول هنا اوت لاين بوتن بالشكل ده، اوت لاين بوتن تمام دوت ايكون. تمام. طيب كنترول اس، هنلاحظ الفرق هنا، المفروض يظهر عندي اتنين بوتن كده. تمام، ابلود بيكتشر وهنا ابلود بيكتشر. الفرق هنا في الاوت لاين طبعا ان بيكون في اطار، يعني حسب ما حضرتك حابب بقى تقدر تغيرها زي ما انت عايز، تقدر تغير الايكون، تقدر تغير اي حاجه وتعمل اللي انت عايزه. تمام، وبكده اصبح عندنا اتنين بوتنز بالشكل ده. احنا ممكن نخلي ابلود دي مثلا كده ابلود بس بالشكل ده، ممكن ناخد مثلا التكست بوتن ده كده كله كوبي لحد كده كوبي، ونبدا ان احنا نكرره تاني بحيث ان احنا نجرب التلاتة مع بعض بقى. وهنا نستخدم طبعا ال elevated button بالشكل ده. تمام، طيب كنترول اس، فهنلاحظ ان احنا عندنا تلاتة بوتونز هيظهروا دلوقتي، واللي هم ببساطة بتقدر من خلالهم ان انت تتعامل مع ان انت ترفع صورة، او ان انت مثلا تعدل حاجة، او ان انت تطلع تكست مع ايكون معين. بالنسبة لي البكسلة اللي ظهرت هنا دي بسبب ان الحجم كبير اوفر يعني، فاحنا ممكن نخلي مثلا نعالج المشكلة دي مثلا بالسايز، نخليه مثلا 40 بالشكل ده، والسايز اللي فوق نخليه 40 بالشكل ده، والسايز اللي بعد منه نخليه 40 بالشكل ده. وبكده اصبحت المشكله اتحلت عندنا لان الحجم بقى صغير شويه. لو تلاحظ ان الكلام ده كده كله كان مختفي، فبالتالي لازم يظهر لك هنا الابلكيشن يضرب معاك. تمام، بس هو في الطبيعي ان انت يعني بتحطها ايكون معينه في مكان ثابت، وعلى حسب المكان بتحط ايكون معينه، وعلى حسب الحاجه اللي انت عايز تعملها او الوظيفه اللي انت عايز تنفذها بتعمل ايكون معين. فده باختصار الفيديو، ان شاء الله مكملين طبعا في الكورس، والحلقات الجايه هناخد الفلوتنج اكشن بوتن، وهناخد برضو الدراور او النافذه الجانبيه والحاجات دي، ونبدا ان احنا نقسم التطبيق لاكتر من قسم مثلا، نحط البوتنز دي جوه الاقسام او نحطها في اماكن معينه. في تفاصيل كثيره جدا ان شاء الله نتعلمها خلال الفتره الجايه، بس خلينا ماشيين واحده واحده. فده باختصار الفيديو عشان ما اطولش عليكم، بتمنى تكونوا استفدتم منه، وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم.